يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يذهب إلى السحرة الذين يزعمون أنهم يرقون الناس بطلاسم وخزعبلات، يحتجون بأن هناك أشخاصا مقعدين لهم سنوات عديدة، وكذلك هناك من فيهم أمراض باطنية لا تعرف وزالت بعد ذهابهم إلى هؤلاء، كيف نرد عليهم؟ أظن السائل ما حضر الجلسات السابقة أو في أول هذا الكتاب أن حصول المقصود وحصول الغرض ليس دليلا على الجواز، فقد يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى. فحصول الحاجة، كثير ممن يدعون الأموات والأضرحة يحصل لهم مقصودهم، فهل هذا دليل على جواز عبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ لا، يكون هذا من باب الاستدراج، أو أنه صادف قضاء وقدرا أن الله أعطاك هذا الشيء في هذه الساعة وقدره لك فتظنه من الميت. الحاصل أن قضاء، أن حصول المطلوب لا يدل على الجواز أبدا. نعم.